شنو السبب في ساقية الزيل؟ شنو اللي تبدل على الجماهير اللي تلعب على الألقاب من وين؟ والله بالنسبة لي نحن عنا مسؤولين معناها في ساقية الزيت، مسؤولين كفاية معناها ومدعمين كيف واقفين مع الجمعية ويحبوا الجمعية معناها، مش احنا نقولوا فما جمعيات يجيوا مدعمين ولا حاجة باش يخدموا مصالحهم ولا حاجة، احنا لا معناها الناس الكل مدعمين والمسؤولين الكل يخدموا في مصلحة واحدة اللي هي مصلحة ساقية الزيت. دونك هذه الحاجة اللي معناتها عملت الديفيرونس بالنسبة للخمس سنين هذوما الاخرانيين، اللي هي معناها كانت مرحلة معناها ديجا مرحلة تاريخية في النادي، معناتها توجنا بها بزوز كؤوس عربية وزوز كؤوس وفينال سوبر، معناتها وصلنا المرحلة اللي نجمو نقولوا الفريق هذايا معناها ولا فريق يطمح باش يلعب على الألقاب وباش يهز تروات ومعناها يمشي لقدام، فهمتني؟ في الفينال شنو اللي عمل للفريق مروان؟ ظهر لي ماتش كامل انتم واخذين السكور، ظهر لي وصل حتى ربع بونتو، صحيح الاسبيرونس عدلت رجعت شويه عدلت وبعد يمكن كانت ماركي بونتو نتاع باش تاخذ بونتو، شنو عمل الفريق في الماتش؟ والله الفريق خويا سلام اللي هو معناها ماتش النهائي البطوله معناها بعد ما ربحنا الماتش ليتوال في الدومي فينال معناها ما نكذبش عليك حاطين اللي نحن معناتها الفينال باش معناها استسهلنا شويه، معناها قلنا بالفينال هذا باش نروحوا بيه باش نروحوا البطوله معناها استسهلتوا الاسبيرونس داخلين حتى ما قبل معناها ما نلعبوا داخلين معناتها عندنا بورسنتاج كبيره اللي احنا معناها مروان نفوزوا بالبطوله. بعد الديسيبسيون هذه معناها ولينا معناها حاطين كل امور كليك حاطينها في اطارها وحكينا مع بعضنا معناها جورة كليك اللي احنا معناها يزمنا نحطوا ساقينا في القاعه ويزمنا معناها نروحوا بالكوب هذيا والحمد لله معناها في الاخر معناها جوره الكليك كنا حاضرين وكنا موتيفيين معناها اكثر باش نروحوا بالكوب هذيا. قلت لي استسهلتوا مروان، الاسبيرونس ظهر لي ديما تدخل فافوري معناها ظهر لي احسن افكتيف من رايح الكل، معناها كيفاش تقول استسهلتوا معناها ولا؟ لا احنا اش نقول لك، الاستسهال مش معناها استثنى معناها في استثنى مش استثنى فريق الترجي راهو استثنى معناها احنا كي نهزر رواحنا معناها ديجا حاسين برواحنا اللي معناها كي نهزر حتى نهزر بعضنا عندنا ثقه في بعضنا الناس كليك معناها جوره كليك عندنا ثقه في بعضنا اللي احنا معناتها باش نروحوا بيه الكوب هذيا في الماتش الفينال شامبيونان عطينا ثقه في رواحنا معناها ممكن اكثر من اللازم اللي احنا معناها باش نفوزوا في البطوله، فهمت؟ باش نروحوا بيه البطوله هذه. دونك كي دخلنا معناها الميتون الاولاني معناها طلع ايجاليتي وكنا نجمو نطلعوا رابحين معناها فما كره في الاخر اللي هي حسبها زون معناتها ما نجمو نطلعوا رابحين دو بوان. دونك دوزيام ميتون كي حبينا نرجعوا معناها الاسبيرونس كي تاخذ عليك شويه سكور يوليو يعرفوا يلعبوا معناها ديجا جوريت كوليك معناتها دي جور انترناسيونال معناتها ويعرفوا معناتها اش يعملوا، دونك ما خلوناش نرجع في السكور مالجري معناها احنا معناها ما كناش حاضرين بالقدا في ماتش الفينال، فهمت؟ هذه هو المشكل. دونك في الحاله هذه حاطين ساقينا في القاع وقلت لك كما قلت لك معناها باش الكوب هذه معناها نروحوا بها وقت شفتوا معناتها الناس كليك ديجا ماتش كامل رابحين، فهمت؟ شنو هو سر الفورمه انت مروان؟ عملت تجربه في النادي الافريقي ما عرفتش كانت ناجحه ولا انت تقيمها، شنو سر الفورمه نتاعك خاصه في السيزون هذه مروان؟ والله بالنسبه للتجربه في النادي الافريقي انا وقتها خرجت من ساقية الزيت وقتها قبل ما نمشي للكلوب معناها بالنسبه لي معناها التجربه استفدت منها برشا معناها و معناها فما برشا حاجات معناها صاروا في معناها في الكلوب معناها الناس كلها نعرفوا معناها المشاكل اللي صارت في النادي الافريقي مشاكل كبيره برشا ومعناتها جوارات كليك كما احنا نقولوا ما فماش جوار اللي مشى عمل بالي كبيره برشا في الوقت هذاك، فهمت؟ على خاطر معناها برشا مشاكل معناها احتراما في النادي الافريقي معناها وجمعيه كبيره وكل شيء ما نجموش نحكيوهم معناها خاطر هذا كوزينا تيرن ديجا نتاعنا احنا، مي صاروا برشا مشاكل كبار ما خليناش احنا معناها نهزوا تيتر في الكلوب في العامين هذوك، فهمت؟ بون طويكا معناها في ساقية الزيت كما قلت لك المسؤولين نتاع ساقية الزيت والناس كليك معناها مسؤولين نجم نقولوا كيفاه معناها ويعرفوا شو يعملوا معناها وفاهمين كل شيء. احنا في الوقت نتاع الكورونا سلام راهو الناس كليك اللي جمعيه كليك قاعده تتعدى بظروف خايبه
احنا المسؤولين بتاعنا واقفين معانا معناها حتى في البريود هذيك معناها واقفين معانا ومعناتها ونخلصوا كي معناتها عباره نلعبوا معناها جمعيه قاعده تمشي معناها بسيستم نتاع كيف في الاوروب فهمتني ماهيش عباره ماشي كيف في تونس فهمت هذا يرجع بالطبيعه الخبره نتاعهم معناها والتجربه اللي عدوها معناها في الخمس سنين هذوما كيف كيف حتى الهيئه اللي قبل زاد كيف كيف قامت بعمل كبير معناها كل شيء مي معناها كما قلت لك تويك الناس كليك معناها في الساقي ما فماش اللي هذا يخدم وهذا ضد وهذا الناس كليك يد واحده معناها اللي هي مصلحه نتاع الساقي اللي هي قليل برشا باش تلقاها في جمعيه اخرى فهمتني. عملت ماروين الديكلاراسيون سجلتني اخر الماتش على الخريطه نتاع كره اليد تبدلت توا مازال والله ديجا انا كيف كيف معناها سمعت اللي فما شكون نحكي على الخريطه معناها في الماتش نتاع نحن في الفينال سمعت اللي قالوا معناها الخريطه وما تبدلتش ودرا شنو معناها كل هذا بديك الكليك تويك نحب كيف كيف اللي قال ديكلاراسيون ذي نحب نعاود نسأل معناها درا مازال مقتنع اللي الخريطه تبدلت ولا ما تبدلتش فهمتني اي وانت شنو في رايك شنو تبدلت ولا ما تبدلتش بيان سور تبدلت معناها احنا معناها المسؤول نتاعنا معناها كي قال الخريطه تبدلت معناها ديجا خرجوها من سونس نتاعها وحطوها في سونس واحد اخر الخريطه تبدلت هذه بحكم معناها احنا في الساقس ما كانتش فما معناها ما عندناش اللي قبل نلعبوا على لي شامبيونا وعلى الكوب وكل شيء ما كانتش موجوده التلفزيون دي فهمتني دونك كي تبدلت وليت معناتها ايكيب من الساقس كيف كيف راهو حتى شيحيه وجريمدا راهم زوز ايكيبات كبار وكل شيء يلعبوا على لي تيتر زاد معناها ان شاء الله في المستقبل معناتها يكونوا حاضرين يلعبوا على لي تيتر معناتها ويشرفوا معناتها يشرفوا الساقس الكل دونك احنا نجم نقولوا المسؤول نتاعنا كي قال معناها الخريطه تبدلت اللي هو معناها ساقي جديد قبل ديما نشوفوا معناها الكلوب اللي توال اسبيرونس هي في معناتها يتوجوا بالكاس ولا بالبطوله فهمت مي تويكا معناها كي قلنا الخريطه تبدلت اللي هي ولات فما ايكيب من صفاقس معناها اللي هي ولات تهز في لي تيتر وكل شيء دونك فما حاجه فما نقله نوعيه معناتها صارت في كره اليد فهمت في البريود الاخرانيه هذه فهمت هما ديجا خرجوها من الكونتكست نتاعهم وحطوها اللي هي معناها عباره معناها حاجه ما تتقالش كيفاش واحد يقول خريطه تبدلت اللي هو معناها تويكا في الفينال ورينا اللي هي تبدلت بالرسمي عاود مروان عاودتك للمنتخب عاود النجم نقولوا باش تقعد في المنتخب والا نشوف نجم نشوفوك في لي زيسيونس القادمين والا عاود على ذي وكهو والله فماش واحد سلام باش يمشي راهو ليكيب ناسيونال وما يحاولش يعطي كل ما عنده فهمت ديجا هذه موتيفاسيون مع حد كي تلقاك لابس مريول نتاع المنتخب معناها ما تنجمش تكون معناتها عبد تتعدى معناها تعدى مرور الكرام كما احنا نقولوا على المنتخب يلزمك تعطي كل ما عندك وبطبيعه معناها شانجمون تاع لونترونور اللي صار معناها جات في مصلحه الجوارات التوانسه الكل خاطر معناها قبل معناها مش كيما تو جوار اونترونور تونسي معناها تبقى يعرف كل الجوارات كليك نتاع تونس يعرف الشامبيونا وفاهم معناها الناس كليك شكون يلعب شكون ما يلعبش شكون معناتها فرق اللي كان قبل معناها لونترونور قبل ما كانش يشوف معناها في الشامبيونا نتاع تونس فما برشا جوارات معناها كانوا حاضرين معناها وما خذوش فرصتهم وما كانوش معناها مع المنتخب تويك معناها نجم نقولوا اونترونور تونسي يعرف المونتاليتي ويعرف جواري والشامبيونا ويعرف شنو صاير بالضبط معناها نجم نقولوا نحاول نعطي كل ما عندي ونحاول باش نكون معناها مع المنتخب معناها نعرف التجربه اللي تعديت معناها قبل خديت وقت معناها وقتي طون جو باهي كنت معناتها مع مكرم مساوي كيف كيف نوجه له التحيه معناها كان واقف معايا كل شيء حتى في الكلوب بون تويكا معناها نجم معناتها لونتونور تويكا هو اللي باش يحكم معناها على لي جوار وان شاء الله نكون حاضر معناها مع المنتخب حتى في الشانس الجديد مبروك مره اخرى مروان يعطيك الصحه بالتوفيق ليك في مسيرتك انت وسقيت الزيت ايضا ان شاء الله نشوفوك موجود باستمرار في المنتخب دونك كان هذا مروان السوسي غارديان تاع ساقيت الزيت فاصل ثم راجعين باش نحكيو على انتشار كوفيد 19 في بيجو بالتحديد في صفوف الاولمبي البيجي.